السلام الله عليكم، تحياتي لكم. دكتور محمود الصوص معكم. طبعا كتير أسئلة بتوصلنا على موضوع المشدات الطبية، سواء لألام الرقبة أو المشدات لألام أسفل عمود الفقري، إذا كان في أن تشنجات حادة أو ديسكات أو أي مشكلة في أسفل العمود الفقري، أو المشدات اللي ممكن نحطها على مفصل الركبة. المشدات، أنا مع استخدام المشدات في الحالة الصعبة. الحالة الصعبة اللي هي الحالة المبدئية لما يكون في عنا آلام حادة، وهي الآلام الحادة بتزيد مع الوقفة، بتزيد مع الانحناء الشديد، مع المشي بتزيد في زيادة. فإحنا وضع المشدات بيكون كعملية حماية خارجية لتثبيت منطقة الظهر ومنع حدوث أي مضاعفات بسبب الحنية أو الوقفة، وهذا حيساعدنا إن نكمل بحياتنا وإن نطلع على الشغل وإن نعمل اللي بدنا إياه وإحنا معنا المشاكل هذه بأقل الخسائر. طبعا المشدات ممكن تشتروها متوفرة بكل الأنواع والألوان، أنتوا بدكم شيء بسيط، شيء يثبت ظهركم بشكل. تأخذوا في الشغلات الثانية، الدعايات الثانية اللي بيحكوها عن مشدات علاجية مش عارف إيش، هو مشد فقط لربط الظهر وتثبيت الرقبة. هلا أنتم في البيت طبعا ممكن تستخدموا أي مشد عادي، أي قطعة قماش الأفضل تكون من الصوف الطبيعي. إذا هاي استخدمتوها الصوف الطبيعي وشال زي الشال القديم اللي كانوا يستخدموه النساء أو الرجال من زمان، شال نحطه على ظهرنا أو شالي نحطه على نلف على ركبتنا من الصوف الطبيعي، هذا بيكون تثبيت ولسه بعطي حرارة وبعطي تليين للرقبة أو لأسفل الظهر أو للركبة. الركبة، مفصل الركبة في مشدات أقوى بتكون فيها حديد على الجناب زي فصلات، هذه كويسة، هذه بتساعد الناس اللي عندهم تغيرات كبيرة في الركبة، يعني مع العمر مع الخشونة مع التمزق، فهذا بيساعد كتير الناس هدول لما يحطوا المشد إنهم يقوموا بحياتهم. وإنت نستخدم المشد يستخدم فقط لما بدنا نعمل شغلات، حركات، نمشي، نشتغل، لازم نحط المشد. بس ما في داعي نحط المشد إذا إحنا قاعدين في البيت، إحنا واقفين في البيت بنطبخ مثلا لفترة طويلة أكثر من نص ساعة وحسينا إنه الوقفة بتتعبنا، بيحط المشد. بس بديش إنه المشد يسد عن قوة العضلات. إذا المشد هاي فهموا لي إياها القصة، إذا حطينا مشد خارجي في هاي الحالة العضلات تاعتكم تاعت الرقبة تاعت الظهر بتقول طيب أنا إذا جاب لي شغلة خارجي وحط لي إياها خلص، إذا هي بترتخي وما بيصير في عنا انقباضات في العضلات. واستخدام المشد لفترات طويلة هذا بيؤدي لضعف في العضلات وعدم ثبات في منطقة الظهر، وهي مشكلة كبيرة. فإحنا ما بدنا نستخدم المشدات وقت الضرورة، يعني لما بدي أضرب لي مشوار، لما بدي أشتغل، لما بدي أحمل، لما بدي أوقف على المطبخ بجوز 6-7 ساعات. والأفضل أخفف الاستخدام قد ما أقدر واستخدمه في الحالات الصعبة، مش أخليه عادي وأصير أدمن عليه زي الشغلات التانية اللي بدمن عليها وما أقدر أتحرك إلا بالمشد. لا، خلوا فرصة لعضلاتكم ولا العمود الفقري انه يثبت حاله ويقوى، وعن طريق التمارين وعن طريق المشي وعن طريق الحركة هذه اللي بنحكي لكم اياها انه تقوى العضلات، وهذا احسن مشهد واحسن تثبيت. بس للناس اللي ما بيقدروا طبعا هذا المشدات بتكون حل اللي يخليهم فقط يضلهم يتحركوا ويضلهم يشتغلوا ويضلهم يعملوا كل شيء كالعادي. هذا هو شغل المشهد. متوفرات والحمد لله، أسعارهم المفروض ما تكون كتير، استخدموها هذا حيساعدكم. نتمنى لكم الصحة والعافية، نراكم من جديد، تحياتي لكم. الجو ماطر اليوم زي ما أنتم شايفين في ميسيساغا كندا، يعني نفرجيكم شوية كيف الأجواء. أجواء ماطرة، برد شوية، يعني درجة الحرارة 6 فوق الصفر. يعني هاي الأجواء عنا، مرة شمس ومرة مطر، مرة شمس ومرة مطر، يعني كل فصول السنة الأربعة ممكن نفرجيكم إياها بساعة واحدة هنا في كندا. هاي مميزات كندا. تحياتي لكم جميعا، سلامات.